بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء. إذا نواصل مع محاضرات مقياس رياضيات واحد لكن عن بعد. إذا كنا شفنا في المحاضرة السابقة نظرية القيم، شفنا محاضرة يعني خاصة بالقيم الحدية العظمى والصغرى. إذا في هذه المحاضرة راح نشوف نظرية رول. إذا نص النظرية أمامي ليكن اف دالة معرفة على مجال ابي. المجال هذا جزء من ار ياخذ قيمه في ار، بحيث يكون اف مستمرة عند المجال المغلق ابي، اف يقبل الاشتقاق على مجال مفتوح ابي، واذ كان اف لا يساوي اف لي بي، عند اذ توجد على الاقل نقطة سي تنتمي الى المجال ابي تحقق انه اف فتحة عند السي ماذا تساوي؟ تساوي الصفر. فقط يعني نحاول انه نشرح على العموم يعني هذه نص النظريه كيفاش يكون التخمين، يعني وش المعنى اللي حابين نفهمه من هذه النظريه. اذا كانت الداله يعني داله متغيره يعني مش داله ثابته، علاه راح نتكلم على الداله الثابته؟ لانه الداله الثابته راهي لما تكون هذه الداله ثابته يعني معرفه على مجال اغبي، هي المشتق يعني تاع الداله الثابته نعرفوه باللي يساوي الصفر. إذا هنا لا توجد قيمة واحدة لسي، بل كل القيم اللي تنتمي إلى المجال المفتوح أبي ينعدم عندها المشتق. بينما الدالة اللي تكون متغيرة يعني هي دالة حتما راح يكون لها يعني قيمة عظمى أو قيمة صغرى، أو يكون يعني لها على المجال يعني أبي قيمة محلية عظمى أو قيمة محلية صغرى، وممكن يعني ما دامها متغيرة احتمال يعني نلقى قيمة محلية عظمى وقيمة محلية صغرى، يعني بهذا الشكل اللي نحاول راني راح نرسمه. مثلا على مجال A B تكون عندي يعني دالة راهي مستمرة على مجال A B قابلة للاشتقاق، يعني إذا على هذا المجال عندنا المجال A B. إذا لاحظوا هنا الدالة بما أنها يعني دالة متغيرة قلنا يعني حتما راح تبلغ قيمة قصوى يعني عظمى أو قيمة صغرى، أو يعني تبلغ قيمة محلية عظمى أو قيمة محلية صغرى. بالتالي لما يعني الدالة تقبل يعني قيمة محلية عظمى أو قيمة محلية صغرى، يعني نلاحظ انه راح يكون المشتق عند القيم المحليه ماذا؟ يعني معدوم. وهذا الشيء يعني شفناه في الحقيقه في المحاضره السابقه. كانت عندنا نظريه اذا كانت الداله اف معرفه على مجال ا بي و اف قابله للاشتقاق على المجال المفتوح ا بي، اف لها نهايه محليه عظمى، او اذا كانت الداله لها نهايه محليه صغرى، فان المشتق عند القيم المحليه يساوي الصفر. يعني هذا هو التخمين بالنسبة لنظرية رول. يعني إذا كانت F يعني مستمرة على مجال مغلق A B، F يقبل الاشتقاق على مجال مفتوح A B، وإذ كان A F ل A يساوي F ل B، عندئذ يعني توجد على الأقل نقطة C راهي تنتمي إلى A B تحقق إنه F فتحة ل C يساوي الصفر. يعني إن صح التعبير ممكن نقدر نقول هذه الذروة اللي راح ينعدم عندها المشتق. نفس الشيء اللي هنا في القيمة المحلية الصغرى هنا راح ينعدم عندها المشتق. هذا كشرح فقط كتخمين يعني، وليس برهان بالنسبة لي النظرية نظرية رول. إذا راح نأخذ يعني مثال بسيط. راح نطبق يعني نظرية أو شروط رول على الدالة لي أمامي. الدالة هي f ل x يساوي x مربع ناقص الواحد. راح نشوف يعني شروط رول على المجال ناقص واحد واحد. إذا الدالة f راهي دالة كثير الحدود، بالتالي راهي مستمرة على المجال يعني مستمرة على R، وبالتالي راهي مستمرة على مجال ناقص واحد واحد. الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح ناقص واحد واحد. الشرط الأخير f لواحد يعني لما نحسبها راح
نتحصل على صفر، لما نحسب اف لي ناقص واحد ايضا راح نتحصل على صفر، بالتالي لهنايا اف لي واحد يساوي اف لي ناقص واحد حسب يعني شروط رول او نظريه رول، فانه يوجد سي على الاقل، هذا السي راه ينتمي للمجال المفتوح ناقص واحد واحد، بحيث انه الفتحه لسي يساوي الصفر. اذا لهنا كملاحظه فقط الداله راح لما يكون عندنا شروط يعني رول محققه، بحيث الفتحه يعني عند السي يساوي صفر، هنا راه هو بيان الداله راح يقبل على الاقل مماسا مواديا لحامل محور الفواصل. بالنسبه لشروط رول هي شروط كافيه وليست لازمه. وش معناها ليست لازمه؟ لاحظوا معايا من خلال هذا المثال، عندنا الداله التكعيبيه يعني على المجال ناقص واحد واحد، نعرف الدالة هذه راهي مستمرة على R، بالتالي راهي مستمرة على المجال ناقص واحد واحد، قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح ناقص واحد واحد. لما نحسب، شوفوا الشرط الأخير، لما نحسب F لي واحد راح نلقاه يعني يخالف F لي ناقص واحد، يعني رغم هذا الشرط يعني غير محقق، على هذيك يعني قلنا باللي راهو شروط رول كافية ليست لازمة، الشرط هذا غير محقق، إلا أنه يوجد سي ينتمي إلى ناقص واحد واحد من أجله الفتحة عند سي يساوي صفر، وهي القيمة سي تساوي الصفر. لكن يعني سبق وكان عندنا هذا المثال، وقلنا أنه هذه الدالة يعني ما عندهاش لا قيمة عظمى ولا قيمة صغرى، يعني لو تروح ترجع للتمثيل البياني لهذه الدالة. هنا يعني من خلال هذا المثال ندخل مباشرة يعني نظرية التزايدات المنتهية. نظرية التزايدات المنتهية هي حالة عامة، يعني هي الحالة العامة لنظرية رول. لماذا الحالة العامة لنظرية رول؟ لاحظوا معايا الشروط، أنه F ينتمي إلى F دالة معرفة على مجال A B جزء من R يأخذ قيمه في R، بحيث يكون عندي الدالة راهي مستمرة على مجال مغلق A B، F يقبل الاشتقاق على مجال مفتوح A B، عندئذ توجد على الأقل نقطة سي تنتمي إلى المجال المفتوح AB، تحقق F لي B ناقص F لي A يساوي F فتحة لي C مضروب في B ناقص A. يعني الشرط الثالث اللي في نظرية رول اللي هنا نقدر نقول باللي F لي B يخالف F لي A، هنا كيفيين ومختلفين يعني مش متساويين، لو كانوا متساويين راح نطيح في الحالة الخاصة اللي هي نظرية رول، بالتالي نظرية التزايدات المنتهية هي أعم، ونظرية رول هي حالة خاصة من نظرية التزايدات المنتهية. يعني ما عنديش يعني معلومة أكيدة أكيدة، لكن تاريخيا نظرية رول أقدم من نظرية التزايدات المنتهية. وفي الرياضيات يعني معروف إنه من على الأغلب يعني من الخاص نبني العام ونعمم، يعني من الخاص نولي نعمم يعني الحاجة اللي نحكي عليها، على الأغلب ما قلناش يعني دائما. إذا هنا يعني الشرط الثالث اللي في نظرية رول يعني اف لي بي يساوي اف لي ا، لكن في التزايدات المنتهية راهم مختلفين، يعني لو كانوا متساويين راح نطيح في نظرية رول. راح نحاول يعني كتخمين وليس برهان، ونشرح من خلال التمثيل البياني اللي امامي نظرية التزايدات المنتهية. اذا اف دالة معرفة على مجال ا بي، اف راهي مستمرة على المجال المغلق ا بي، قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح ا بي، وكان عندنا يعني اف لي ا واف لي بي يعني كيفيين ومختلفين، بالتالي بالتخمين يعني ما دام الدالة راهي قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح يعني ا بي، حتما يوجد مماس لهذه الدالة، بالتالي هذا المماس راح يمس بيان الدالة عند نقطة اللي راهي فاصلتها سي. هذا المماس يعني معامل توجيهه يساوي معامل توجيه المستقيم اللي يمر على النقطتين، وهذا من النقطتين راهم من منح الدالة اف. إذا معامل توجيه المماس يساوي معامل توجيه المستقيم بي كي. معامل توجيه المماس نعرفه هو اف فتحة عند الفاصلة سي. معامل توجيه المستقيم اللي مستقيم بي كي هو يعني معروف كيفاه نقدر نحسبه، اللي هو الطونجون الزاويه. الزاويه هذه تكون يعني نتحصل عليها من المستقيم هذا، وتكون محصوره مع مستقيم بي كي، و
المستقيم اللي يكون موازي لمحور الفواصل ممكن يعني يكون هنا بخط متقطع، بالتالي لهنايا معامل توجيه هذا المستقيم هو طنجون الزاوية هذه اللي هي النسبة فرق الترتيبتين على فرق الفاصلتين، يعني اف لي بي ناقص اف لي ا على بي ناقص الا. إذا معامل توجيه المماس الفتحة لي سي يساوي معامل توجيه المستقيم بي كي اللي هو معامل توجيه هذا المستقيم اف لي بي ناقص اف لي ا على بي ناقص لي ا. بالتالي من خلال هذا التساوي نقدر نستنتج انه اف لي بي ناقص اف لي ا يساوي اف فتحة لي سي مضروب في بي ناقص ا. هذا كتخمين لهذه النظرية فقط، وكيفاش يعني يكون عندي اف لي بي ناقص اف لي ا يساوي اف فتحة لي سي مضروب في بي ناقص ا كتخمين، لكن كبرهان باش نبرهن هذه النظرية نحتاج نظرية رول باش نبرهنها، باش نبرهن نظرية التزايدات المنتهية نحتاج نظرية رول للبرهان. نظرية كنا شفنا يعني في المحاضرات السابقة الدوال الرتيبة، مهما يكون يعني اكس إجراج ينتمي إلى R، اكس أقل من أو يساوي إجراج يستلزم اف لي اكس أقل من أو يساوي اف لي إجراج. هنا نقول باللي الدالة اف راهي متزايدة، يمكن انه نعرف انه الدالة متزايدة او متناقصة من خلال حساب المشتق. اذا نص النظرية اذا كانت اف يعني دالة معرفة على مجال ا بي وتأخذ قيمها على ار، الدالة هذه اف يعني مستمرة على مجال مغلق ا بي وقابلة للانشقاق على مجال مفتوح ا بي، عندئذ نقول ان الدالة اف متزايدة اذا كان يعني مهما يكون اكس ينتمي الى المجال المفتوح ا بي، اف فتحه لاكس راه هو موجب يعني اكبر تماما من الصفر، اف يعني متناقصه على المجال ا بي اذا كان مهما يكون اكس ينتمي الى المجال المفتوح ا بي، اف فتحه لاكس راه هو سالب. هنا نقول على الداله راهي متناقصه. العنصر الرابع دراسه حاله عدم التعيين ليميت اف لاكس على جي لاكس لما اكس يؤول الى اكس صفر وتكون عندي حاله عدم التعيين صفر على صفر. اذا راح نشوف يعني نظريه او قاعده لوبيتال. لتكون الدالتين اف جي يعني الدالتين يعني معرفتين على المجال ا بي تاخذ قيمها في ار بحيث الشروط التاليه يعني محققه، يعني الشرط الاول ليميت اف دي اكس لما اكس يؤول الى ا بقيم اكبر تساوي صفر، ليميت جي لي اكس لما اكس يؤول الى الا بقيم اكبر يساوي صفر. الشرط الثاني اللي محقق انه اف وجي يقبلان الاشتقاق على مجال مفتوح ا بي. الشرط الثالث المحقق انه مهما يكون اكس ينتمي الى المجال المفتوح ا بي مشتق الداله جي يخالف الصفر. الشرط المحقق الرابع انه ليميت مشتق البسط على مشتق المقام يعني مشتق الداله اف على مشتق الداله جي لما اكس يؤول الى ا بقيم اكبر تساوي ك، يعني هذه ليميت راهي موجوده بحيث ك هذا وين ينتمي الى ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، يعني ك يكون عدد حقيقي او يكون ناقص ما لا نهايه او زائد ما لا نهايه، عندئذ يعني تكون الليميت اللي كانت عباره يعني حاله عدم التعيين صفر على صفر. باش نقدر نوجد هذه ليميت راح نطبق نظريه لوبيتال بعد ما نشوف يعني الشروط راهي يعني محققه ومتوفره، بالتالي نحسب ليميت مشتق البسط على مشتق المقام ونشوف النهايه واش راح تكون. عندنا بعض الملاحظات. الملاحظه الاولى يعني احنا شفنا لما اكس يؤول الى ا بقيم اكبر، يعني ندرس الحالة لما إكس يروح ل بي يؤول إلى بي بنفس الطريقة، أو عندما إكس يؤول إلى إكس صفر حيث هذا إكس صفر راهو ينتمي للمجال المفتوح أ بي. الملاحظة الثانية إذا كانت يعني ليميت مشتق البسط على مشتق المقام لما إكس يؤول إلى أ بقيم أكبر، يعني طبقنا يعني لوبيتال ومن جديد يعني خرجت حالة عدم التعيين صفر على صفر، يعني نقدر نطبق لوبيتال من جديد على اف فتحه وجي فتحه، اي انه نطبقها عده مرات متتاليه في حال توفر شروطها. تبقى النظريه نظريه لوبيتال صالحه في حاله ليميت اف لاكس على جي لاكس اكس لما يؤول الى ا بقيم اكبر، تكون عندنا حاله عدم التعيين ما لا نهايه على ما لا نهايه، ايضا نقدر
تبقى هذه النظرية صالحة نقدر نطبقها. الملاحظة الرابعة، تبقى النظرية يعني صحيحة في حالة ليميت جي لإكس إكس يؤول إلى ما لا نهاية تساوي الصفر، ليميت إف لإكس إكس يؤول إلى ما لا نهاية وتساوي الصفر. يتم يعني إيجاد هذه النهاية ليميت إف لإكس على جي لإكس لما إكس يؤول إلى إكس صفر، عندما تكون حالة عدم التعيين بتطبيق يعني قاعدة لوبيتال أو نظرية لوبيتال. إذا كانت يعني هذه النهاية موجودة يتم إيجادها بتطبيق أكيد نظرية لوبيتال. أما إذا كانت يعني النهاية ليميت مشتق البسط على مشتق المقام لما إكس يؤول إلى إكس يعني غير موجودة، في هذه الحالة ما نقدرش نحكم على ليميت باللي غير موجودة، ممكن يعني هناك طريقة أخرى أو يعني نقدر نجيب بها هذه ليميت. ما نقدرش نجزم إذا كان ليميت مشتق البسط يعني بعد ما نطبق نظرية لوبيتال ولقيت هذه غير موجودة، ما نقدرش نحكم على هذه النهاية أنها غير موجودة، يعني احتمال موجودة ويمكن حسابها بطريقة أخرى معينة. يعني هذه بعض الملاحظات. عندنا مثال يعني راح نطبق فيه هذه النظرية. المثال هو حساب النهاية ليميت واحد ناقص كوز إكس على سينوس إكس إكس يؤول إلى الصفر. يعني كوز الصفر هو الواحد، يعني واحد ناقص واحد يكون عندنا صفر، كوز الصفر هو صفر، بالتالي هنا عندنا حالة عدم التعيين. لو تلاحظوا الكوز قابلة للاشتقاق، السينوس قابلة للاشتقاق، يعني نلاحظ الشروط يعني لوبيتال راهي متوفرة، بالتالي راح نطبقها مباشرة. راح نشتق نحسب ليميت مشتق البسط على مشتق المقام لما إكس يؤول إلى الصفر، بالتالي تساوي ليميت مشتق الثابت راهو صفر مشتق ناقص كوز. لاحظوا اللي هنا يعني عندي رسم للدائرة سينوس إكس كوز إكس ناقص سينوس إكس، وعندي منها ناقص كوز إكس، بالتالي مشتق السينوس إكس هو كوز إكس يمشي في هذا الاتجاه. العكس راح نجيب يعني الدالة الأصلية للدالة، أعيد بهذا نحسب هكذا اشتقاق، العكس راح نجيب الدالة أو نحسب التكامل تاع الدالة، يعني نجيب الدالة الأصلية العكس، بالتالي يعني مشتق ناقص كوز إكس هو سينوس إكس، مشتق سينوس إكس هو كوز إكس، بالتالي ليميت سينوس إكس على كوز إكس لما إكس يؤول إلى الصفر، سينوس الصفر صفر، كوز الصفر هو الواحد، بالتالي هذه النهاية هي صفر. إذا ليميت ناقص كوز إكس على سينوس إكس راهي صفر. ملاحظة، يمكن رد الحالتين صفر في ما لا نهاية وزيد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، يعني هذا في اثنين حالتين عدم تعيين، رد هاتين الحالتين إلى حالة ما لا نهاية على ما لا نهاية وحالة صفر على صفر، ثم نطبق النظرية. مثال لحساب ليميت واحد على كوز إكس ناقص تانجون إكس، إكس يؤول إلى بي على 2. لاحظوا يعني بالتعويض راح تكون عندي يعني حالة عدم التعيين ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، هذه راح نردها إلى حالة عدم التعيين صفر على صفر، ثم نطبق نظرية لوبيتال. بالتالي لاحظوا معنا يعني لهنا بالتعويض وكل شيء كيف حتى يعني ردينا هذه الكتابة إلى هذه الكتابة، نعرف أن طنجون إكس هو سينوس إكس على كوس سينوس إكس، بالتالي يصبح واحد على كوز إكس ناقص سينوس إكس على كوز إكس، يعني نطرح البسطين ونحتفظ بنفس المقام، يعني بالتالي واحد ناقص سينوس إكس على كوز إكس تكون عندنا هذه. هنا بعد ما إكس يؤول إلى بي على 2 راح تحسبها، راح يكون عندك واحد ناقص سينوس بي على 2 اللي هي واحد، واحد ناقص واحد صفر، وكوز بي على 2 راهو صفر، بالتالي كانت عندنا حالة عدم التعيين ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، رديناها إلى حالة عدم التعيين صفر على الصفر. هنا راح نطبق لوبيتال، بالتالي ليميت مشتق البسط على مشتق المقام إكس يؤول إلى بي على 2 تساوي ليميت مشتق الثابت الواحد راه الصفر، مشتق ناقص سينوس إكس هي ناقص كوز إكس، مشتق الكوز إكس هو ناقص سينوس إكس. إذا راح نعوض، راح يكون عندنا ناقص كوز بي على 2، كوز بي على 2 صفر، سينوس بي على 2 هو واحد، بالتالي هذه الليميت راح تكون صفر، إذا النهاية اللي عطاها لي راح تكون صفر. ملاحظة أيضا يعني يمكن رد حالات عدم التعيين صفر قوة صفر، واحد قوة ما لا نهاية،
صفر ما لا نهاية، يعني قوة صفر إلى الحالة صفر في ما لا نهاية. هذه حالات عدم التعيين، نردها إلى الحالة هذه صفر في ما لا نهاية. وبعد ما نردها الحالة هذه، بالتالي راح نردها إلى الحالة صفر على صفر، أو نردها إلى حالة عدم التعيين ما لا نهاية على ما لا نهاية، وذلك باستعمال العلاقة المعطاة، يعني إيغريك على بويسونس إكس، أو إيغريك قوة إكس تساوي إكسبونونسيال على بويسونس إكس لوغ إيغريك. راح نستعين بهذه العلاقة. عدنا مثال لحساب هذه النهاية. لاحظوا معايا، ليميت 1 زائد 5 على إكس، إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. هذه 1 زائد 5 على إكس على بويسونس إكس، إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. ليميت هذه راهي حالة عدم التعيين، اللي هي 1 يعني على بويسونس لانفيني، يعني قوة ما لا نهاية. هذه حالة عدم التعيين، راح نردها إلى حالة عدم التعيين صفر في ما لا نهاية. لاحظوا معايا باللي ماذا يمثل، يعني 1 زائد 5 على إكس هو بالنسبة لي هو الإجريج، يعني لاحظوا إجريج على بويسونس إكس ماذا تساوي؟ ليميت إكسبونونسيال إكس لوغ إجريج، قلنا هذا هو الإجريج، 1 زائد 5 على إكس، إذا تصبح إكس على بويسونس إكس لوغ 1 زائد 5 على إكس. هنا راح تحسب لما إكس يروح للزائد ما لا نهاية، تصبح 5 على ما لا نهاية، يعني هذا يروح صفر، لوغ الواحد صفر، وهذه ما لا نهاية. يعني باستخدام هذه العلاقة ردينا حالة عدم التعيين 1 قوة ما لا نهاية، رديناها إلى الإكسبونسيال، وعندي هنا حالة عدم التعيين ما لا نهاية في الصفر. راح نطبق يعني لوبيتال على هذا إكس لوغ 1 زائد 5 على إكس، بحيث هذه لما نطبق عليها لوبيتال راح نعاود نكتبها كتابة. كيفاش راح نعاود نكتبها كتابة يعني أخرى؟ الإكس هذا نقدر ندير له المقلوب، يعني 1 على إكس، تصبح هذه الكتابة هي لوغ 1 زائد 5 على إكس على 1 على إكس، لأنه لما ترجع وتضرب في المقلوب تصبح هذه الكتابة ترجع لك كما هي. بالتالي يصبح البسط هو إف لي إكس، المقام هو جي لي إكس. إذا ليميت إكس لوغ 1 زائد 5 على إكس، إكس يروح زائد من هي ليميت لوغ 1 زائد 5 على إكس على 1 على إكس. هنطبق لوبيتال، نشتق البسط، نشتق المقام، يعني أنا اشتقيت وزدت يعني بسطت الكتابة. لاحظوا باللي لما إكس يروح للزائد ما لا نهاية، هذه 5 على إكس مربع راح تروح للصفر، راح نسمبليفي يعني راح نختزل إكس أوكاري مع إكس أوكاري، تبقى لي 5 على 1. بالتالي النهاية اللي عطاها لي راح تكون إكسبونونسيال 5. عندي بعض ملاحظة يعني فقط أخيرة، الحالات التي لا تمثل حالات عدم التعيين هي لما يكون عندنا آ زائد زائد ما لا نهاية، لهنا الآ راهو عدد حقيقي، يعني هذه راح تكون زائد ما لا نهاية، آ ناقص زائد ما لا نهاية راح تكون عندنا ناقص ما لا نهاية، في اثنين ما يمثلوش حالة عدم التعيين، آ مضروبة يعني مادام آ راهو عدد حقيقي، هنا راهو مضروب في بليس لانفيني، مضروب في زائد ما لا نهاية، راح تكون زائد ما لا نهاية لما يكون أ راهو موجب، وراح تكون ناقص ما لا نهاية لما يكون أ راهو أقل من الصفر، يعني راهو سالب. أيضا لا تمثل حالة عدم التعيين، الحالات اللي أمامكم راهي حالات ماهيش حالات عدم تعيين. أ مضروبة في ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية في حالة أ راهو موجب، وأ مضروبة في ناقص ما لا نهاية راح تكون زائد ما لا نهاية في حالة أ راهو سالب، يعني السالب في السالب راح يكون موجب، ايضا ما تمثلش حاله عدم التعيين. زائد ما لا نهايه في زائد ما لا نهايه تعطيك زائد ما لا نهايه، لا تمثل حاله عدم التعيين. ناقص ما لا نهايه مضروبه في ناقص ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه، لا تمثل حاله عدم التعيين. زائد ما لا نهايه مع زائد ما لا نهايه ايضا لا تمثل حاله عدم التعيين. ونكون خلصنا يعني الفصل الخاص بالتوابع الحقيقيه لمتغير حقيقي. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.